والآن نتعرف على أحوال الطقس. مصطفى مزار، ووقفة أخيرة مصطفى. شكرا محمد عبد الله، وشكرا هبة حسين. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة في هذه النشرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 24 والجو في القاهرة حار. في الأسكندرية 33-23 والجو حار. في مطروح 32-22 والجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 33-25 الجو فيها حار. وفي الإسماعيلية 36-23 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 35 درجة مئوية والصغرى 23 والجو فيها حار. في العريش 33-24 الجو حار. في طابة 34-25 الجو فيها أيضا حار. في شرم الشيخ 39-29 والجو فيها حار. في الغردقة 37-28 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 45 درجة مئوية والصغرى 27 والجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 45-27 أيضا الجو شديد الحرارة. في الوادي الجديد 42-22 شديد الحرارة. في شلاتين 40-27 أيضا شديد الحرارة. وأخيرا في حلايب 34-27 والجو فيها حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.